حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على ويلرز دوت ام اي ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. راس موتوركو معنا بأوتو فوكس مرة جديدة عم نضوي على النيو بيرني كمان بطراز جديد. معنا مستر رالف حيدر سيلز اند براند مانجر بالشركة. كيفك رالف؟ كيفك جورج؟ اليوم نيو بيرني كمان يعني عم شوفها ب بلون جديد وبترم جديد. نعم ترم جديد. هي اكتف شفنا قبل الديناميك كمان عم تشوف الاكتف يلي هي اذا بدك الانتري ليفل تبع البني بس قبل انتري ليفل بدنا مثل العاده انترو صغيره عن شانغان نعرف اكثر المشاهدين يعرفوا انه شانغان تاسست سنه 1862 عندها حوالي 160 سنه من الخبره بصناعه السيارات العسكريه سيارات الدفع الرباعي والاس يو فيز من سنه 92 ولحد اليوم اون جوينج بعدها بتصنع سيارات سوزوكي فورد مازدا بيجو سيتروين عم نحكي محركات وهياكل هالصانعين من هيك سياره شانغان هي الوحيده اللي بتنفرد بدمج افضل ما في التكنولوجيا الامريكيه واليابانيه والاوروبيه بسياراتها. بلبنان كان عندنا سنه كثير عاطله على سوق السيارات، صار في تراجع حوالي 12% بالمبيعات سنه 2018، بس شانغان الوحيده قدرت تكسر هيدا الشيء عبر نمو وصل لل 1049%، يعني بعنا بال 2018 اكثر من 10 اضعاف ما بعناه بسنه 2017. هذا الشيء بيعود لثقه المستهلك اللبناني بهالسياره وبهالماركه، واهم شيء ثقته بوكيل هالسياره اللي هو راس موتوركو ممبر اوف راسامني جروب. كل حال عم شوف كثير سياره على الطريق مزبوط. صراحه مزبوط. من هيك اليوم هذا الشيء بيفسر هالنمو قد ايه عم شوف صرنا هالسياره على الطريق. ليه اليوم المستهلك عنده ثقه؟ لانه نحن اليوم عم نقدم له افضل كفاله اللي هي 150 الف كيلومتر، عم نقدم له قطع غيار متوفره دائما باسعار جدا مدروسه، وعم نلبي له احتياجاته بسرعه. عندنا خدمه طوارئ رود سايد اسيستنس وجراج نقال على كافه الاراضي اللبنانيه 24 على 24 دائما اون جوينج موجوده. والحلو اليوم انه قدرنا يصير عندنا تعدد شنغانات بالعائله الوحده، يعني اليوم في كثير عالم بلشوا معنا بسياره وحده بنفس العائله بظرف اشهر قليله صار عندهم سيارتين ثلاثه واربعه، وهالشيء اللي عم قوله اي حدا بيجي بزور اتصالات العرض بيقدر يشوفه بالوقائع والادله، سيارات مسجله باسامي اشخاص واقعيين وحقيقيين، عندنا عشرات العائلات يلي صار عندهم سيارتين ثلاثه واربعه شنغان اربعه كمان بعائله وحده عندنا بعائله وحده اربع شنغان والعائله كلها صارت من شنغان فاميلي من نيو ماني يمكن لبقيه لبقيه الجوازه. مظبوط. طيب اليوم خلينا نحكي شوي عن السياره، لون كثير حلو، ما بعرف شو الاسم تبعه، دايناميك بلو او ايه مزبوط هو سبورتي بلو نحن بنسميه. عم نحكي عن سياره كثير ارغونوميك بالديزاين تبعها، عم نشوف هالبولد لوك على البواب يلي بيكمل من الرير تيل لايتس وبيكمل للفندر الامامي، مصابيح اماميه كبيره لونها بلاك لتعمل كونتراست مع لون السياره، جنوطه ستاندرد اكويبمنت 15 انش حلوين 2 تون دايموند كات بيجو كروم من برا واسود من جوا، اكيد ماسكات الابواب والاشارات من لون السياره. سيارة صغيرة كومباكت بس سقفها عالي، شرحها الفيزيبيليتي فيها جدا ممتازة. صحيح، نشوف الازاز الامامي قد ايه عريض. رح ننتقل نحكي اكثر ابرز الاوبشنز موجودة بداخل النيو بيرني ونتابع حديثنا اكيد مع رالف. عم نشوف كمان بمسكات البواب تو تون من الاحمر والاسود، وننتقل كمان على التابلو عندنا هاللونين كثير كثير مضبوط. الفولون كمان هو سبورتي مع كروم، واسعة السيارة من جوا، سيارة جدا واسعة، بست ان كلاس بالهيدروم واللاجروم فرونت ورير باسنجرز، عم نشوف البريميوم فابريك سيتس مع الدرزة الحمراء قد ايه معتنيين بالديتيلز، كروم بقلب الابواب كمان بمسكات الابواب. نعم. بكل الداشبورد، عم نشوف البادل شيفت بقلب الستيرنج ويل لانه السيارة مع شوي رح نشوف شو الاي ام تي الموجود. نعم. فيها شو الترانسميشن الموجود فيها، يو اس بي راديو قفل مركزي ريموت كنترول ايموبيلايزر، يعني السيارة ما بتنسرق، اربع ازاز كهرباء مرايات كهرباء، بتشوف هالجويستيك الفيتاس اللي هو مميز مثل السيارات البريميوم اليوم، ما عندنا مسكه فيتاس مثل العالم بتعودت بقلب. نعم. السياره وهذا الشيء بيعطي رحابه بالمقصوره بعد اكثر. صحيح، بتوسع السياره اكثر من جوا. مزبوط، يعني فعلا اوبشنز اساسيين حلوين وكثير كمان عم تشوف الفيتاس قد ايه معمول اكثر للمستقبل. رح نتابع حديثنا مع رالف بدنا نحكي اكثر نرجع عن الانجن والسيفتي. تابعين حديثنا مع مستر رالف حيدر وصار وقت تحكي performance safety على النيو بيرني.
رغم انه السيارة هي صغيرة بس عن جد محرك نشيط بعرف رالف لقلها. مش بس محرك نشيط جورج، هيدي السيارة بتتميز بالعزل تبعها بالانسونوريزاسيون والنعومية على الجوار. اي حدا رح يسوقها في يروح يسوق كل السيارات المميزة لقلها ويشوف قديها السيارة ناعمة ورخمة على طرقات لبنان، وخاصة على الجوار قديها معزولة، ما بنسمع صوت ولا بنحس بفايبريشن من برا. المحرك هو زكي سعة فاصلة 1.4 لتر 1400 سي سي 16 صباب بلو كور يورو 5 اخر جنريشن من المحركات، موصول على علبة تروس اي ام تي من 5 سرعات مع بادل شيفت مزبوط. يابانية التكنولوجيا بتعطينا سرعة جدا قوية وبتعطينا مصروف بنزين بجنن. من ناحية سيفتي عندي 2 ايرباكس اي بي اس اي بي دي وبريك اسيست من بوش، هن ستاندرد اكويبمنت على السيارة. عندي سسبنشن ماكفيرسون امريكانية. كل السيارة اليوم المكونات تبعها هن من زي جودة جدا عالية اللي بيعطوا اهم صانعين بالعالم. كمان من ناحيه سيفتي عندي 5 ستارز على الكراش تيست، عندي قطبين لحمايه الركاب على الجوانب، وعندي كمان رول اوفر بروتكشن رينج اذا قلبت السياره على سقفها كمان لحمايه الباسنجرز. سيفتي ممتاز من ناحيه، اكيد علامه عاليه على سيفتي، علامه عاليه من ناحيه المحرك وكمان مصروف البنزين، العزل والكونفور، وهذا كمان العزل كثير مهم اللي بدهم يعملوه. اهم شيء يكونوا معزولين عن الخارج بس يكون داخل السياره. تعودنا بالسيارات بهالفئه بس نسوقهم كانه قاعدين على الطريق مثل ما بيقولوا. اليوم بس نسوق البني رح نعرف قد ايه هذا الشيء مش مزبوط. بدنا نشوف كل شيء حكيت عنه رالف، شو ستارتنج برايس للنيو بني بالسوق اللبناني. من بعد الجودة الكبيرة من رالف، من تاريخ السيارة للشكل الخارجي للداخل للسيفتي للمصروف البنزين الممتاز وكمان العزل بداخل كابين السيارة، هذا اهم شيء. بدنا نشوف سعرها ستارتنج برايس. نيو بني اكتيف اي ام تي مثل الموجودة معنا اليوم مثل ما هي بنفس الاوبشنز نفس اللوك الجنوطة، هي ذاتها حقها 10999 بما يشمل التي في اي والتسجيل، كفالة 150,000 كيلومتر، رود سايد اسيستنس، جراج نقال على كافة الاراضي اللبنانية. هالسيارة متوفرة بترم أعلى، فيها مواصفات لكجري أكثر، 12200 الديناميك، وعندي نفس هالمواصفات بعلبة فيتاس يدوية مانوال ترانسميشن، يعني 5 سبيد مانوال ترانسميشن، بيصير سعرها 9999 مسجلة خالصة كمان على الطريق مع إيرباك مع ABS مع سيفتي. الأسعار جدا مهمة. أهم شيء اليوم عنا الزبونات يجوا يزوروا صالات العرض أو يتصلوا ليأخذوا موعد ليعملوا تيست درايف. هالسيارة أكثر شيء تقدروا تحسوا فيها بس تعملوا تيست درايف عليها. ندعي الجميع يزور صالات العرض تبعنا ويجرب السيارة، خاصة بطلوع يحطوا ركاب ويطلعوا يدوروا الاي سي ويجربوا السياره قد ايه السياره نشطه بطلوع، قد ايه ناعمه، قد ايه رخمه، قد ايه معزوله، وقد ايه رح ينبسطوا بالدرايفنج اكسبيرينس فيها. شكرا لألف على وجودك معنا بحلقات موبيلي. بكره اكيد حلقه جديده سياره جديده، تابعونا دائما مشاهدينا. الى اللقاء. حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة؟ بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية؟ اختار سيارتك المفضلة على ويلرز دوت ام اي ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونسهل عليك بعد أكثر. هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك.